دقيق يرفع علم تونس بعد فوزه بلقب أوروبا ليج بشير. والبارح فريق إشبيلية الإسباني كما حكينا البارح عنده الفونت كوميرس المرة السابعة يفوز بالمنافسة هذه، وكريم رقيق اللي هو من أصول تونسية لكن عمره ما لعب مع المنتخب الوطني التونسي، كأنه رفع بالبونتو ممكن في المنتخب الهولندي. مركب بونتو هو؟ لا لا ما مركز، هز هذاك بالبونتو سيبه، هز العلم نتاع المنتخب الوطني التونسي في منصة التتويج. هو في الحقيقة كان قريب من أنه يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي، لكن نعرفوا القوانين ولوائح الفيفا تبدلت، بالتالي ما عادش عنده الحق ينشط مع المنتخب الوطني التونسي بما أنه لعب مع المنتخب الهولندي زوز مباريات رسمية، بالتالي ما عادش عنده الحق يجي للمنتخب الوطني التونسي. لوائح الفيفا ديما تتبدل في الموضوع هذا، دونك هو كان واحد من بين ضحايا اللوائح هذية. من بعد خو موجود عمر رقيق موجود مع المنتخب الوطني التونسي وينجم يشارك مع المنتخب، ولو انه في اللونة الأخيرة ماهوش مع المجموعة لكن ينجم يكون مع المنتخب الوطني التونسي. هو بو تونسي أم هولندية، ويبدو أنه الأم كان عندها تأثير كبير على كريم في صغره، لكن بعد على ما يبدو صار له عنده كليك حب يجي لتونس، لكن للأسف كما قلت لوائح الفيفا تمنعه من هذا.